السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا. طبعا بشكركم على الكومنتات بتاعتكم الجميلة واللايكات بتاعتكم الأجمل، ربنا يخليكم ليا يا رب. طبعا قبل ما نبدأ فيديو النهاردة يا ريت ننزل كلنا نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات تحت عليه الصلاة والسلام. وطبعا لو انتوا أول مرة تشوفوني يا ريت كلنا ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد مني. وشكرا جدا على التفاعلات بتاعتكم الجميلة معايا. النهارده ان شاء الله هقدم لكم وصفه جميله جدا وسهله. هعمل لكم ان شاء الله النهارده الحمام المحشي رز بطريقه كده سهله وبسيطه خالص، يا رب تعجبكم. انا دلوقتي معايا هنا كوبايه رز كده ابيض اهوت زي ما انتم شايفين كده، وطبعا عندي هنا الكبد والقوانص اهيت مقطعاها حتت صغننه، وهنا البصلايه حاطه فيها ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه اهي زي ما انتم شايفين كده. وده طبعا ايه الحمام بتاعي اهوت، طبعا انا غسلاه كويس ومصفياه، نقعته طبعا في ميه وملح وخل، وبعد كده شطفته كويس، وزي ما انتوا ايه شايفين اهوت. يا رب النهارده ايه فيديو النهارده يعجبكم. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. وطبعا الحمام دوت دي زغاليل صغيره، مش حمام يعني كبير، يعني مش هياخد سوى خالص إيه، فيلا بينا هنشوف هنعمل ايه. انا هنا بقى جبت حله زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها فقلبيها معلقه سمنه بلدي كده زي ما انتم شايفينها اهيت، عشان طبعا ايه هسوي الاول الكبد والقوانص والرز، عشان زي ما قلت لكم طبعا ان الحمام بتاعي زغاليل صغيره فمش هياخد ايه وقت، عشان ممكن لو انا سويته ني في ني الرز في قلب الحمام ممكن ما يستويش الرز ويطلع معاكي ايه ني، فانا ايه هسويه لوحده الاول وبعد كده إيه هعمل هحشيه بقى في قلب الحمام اهوت زي ما انتم شايفين كده. النار طفت اهوت، هخلي بس السمنه تسخن كده شويه، وبعد كده ان شاء الله هحط ايه البصل زي ما انتم شايفين اهوت معايا كده السمنه سخنت اهيت. هنزل بقى بالبصلايه اهي، هنشوحها كده كويس. هنخلي بس البصلايه تدبل شويه، وبعد كده هحط ايه الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين اهي قربت تدبل اهي معايا. هنقلب برده كويس كده. دلوقتي بقى نحط الكبد والقوانص بتوعنا. ونقلب كويس. مش عارفه والله العظيم اقول لكم الريحه بجد جميله جدا، والله طريقه سهله قوي وبسيطه. طبعا انا حطيت الكبد الاولاني عشان ايه تستوى برده شويه اهوت، تاخد كده تشويحه برده مع البصل والتوابل اللي انا حطاها. طبعا انت لو عايزه تحطي جوزة الطيب، عايزه تحطي توم باودر وبصل باودر برده ايه جميله جدا، بس انا ايه بعملها لك بالطريقه ايه اللي هي السهله خالص مفيش اي ايه مشكله فيها. طبعا الفلفل الاسمر والكمون طبعا عندنا وفي كل بيت طبعا زي ما انتم شايفين اهو، طريقه سهله ان شاء الله وهتعجبكم. الريحه بجد جميله جدا. دلوقتي بقى انا غاسله هنا الرز دوت هحطه برده. اهوت هقلبه برده كده. طبعا الملح اللي انا حاطاه مش حاطه كتير علشان لسه هحط ملح برده ايه في الشوربه بتاعه الحمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى الميه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. طبعا انا هسويه نص سوا بس، وياخد نص السوا التاني مع ايه الحمام اهو زي ما انتم شايفين كده. هغطيه بقى وهوريه لكم ان شاء الله بعد ما اطلعه زي ما انتم شايفين اهوت. شوفوا مستوي ازاي، هو قرب خلاص على السوا بس هو لسه بيقرقش، والطعم طعم بصراحه تحفه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. انا سايباه بقى يبرد عشان ايه احشي بيه الحمام
اهوت زي ما انتوا شايفين كده الحاجة خلاص قربت تستوي خالص. هيكمل بقى سوا ايه في قلب الحمام. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم كده ونحشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة طبعا تسيبيه وتحشي بايديكي، ده طبعا يبقى افضل عشان تعرفي ايه تملي كل حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين كده مليت اهوت ايه بطنها من جوه كده، مش هنملاها برضو قوي عشان برضو ايه لما تستوى ما الجلد ما ينقطعش. وهنا برضو هنفتح كده اهو ونحشي برضو. هحاول ايه احشي برضو مع انه والله العظيم سخن جامد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده ننزل برضو كده هو تحت مش هياخد طبعا سوا معانا لان اللي بقولت لكم الحمام صغير مش كبير اهوت. كل ما ينزل ايه ولسه فاضل ايه نزوده برضو. اهو اهو كده زي ما انتوا شايفين كده بصوا اهي الحمامية اهيت معانا اهيت. هكمل بقى الحمامتين الفاضلين وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين اهوت انا كده خلصت اهو الحمام اهوت وحشيته بس ما مليتوش برضو قوي وقفلته اهوت زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى عشان ايه نسلقه واشوف ايه هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى انا جايبه هنا حله اهيت فيها ميه وورق لوري وحبهان وقالب مرق الدجاج زي ما انتوا شايفين كده وغليت اهيت. هنحط بقى اهم حاجه تغلي عشان الحمام ايه يقفل معاكي. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده اهوت اهوت كده ونسيبه بقى هنغطيه بقى ونسيبه لغايه ايه اما يستوي اهو. وكده بقى يبقى احنا خلصنا معاك اهوت النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. طبعا انا بعد ما طلعت الحمام بعد ما اتسلق حطيته طبعا في حته زبده كده اهوت صفرا وحمرته وزي ما انتوا شايفين كده اللون الجميل الذهبي دوت مع طبعا ايه بقى طبق محشي كده مشكل. يا رب النهارده فيديو النهارده يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيلي زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده جميل 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 بسم الله ما شاء الله كده اهو ما ترقعش مني ولا حاجه. اهم حاجه بس ما تمليش الحماميه كلها. واسيبكم في امان الله، مع السلامه.